الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وزناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والقديرة تزدهي والمنتنى والسدرة الأصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع روى يوم يتيق على الزمان صباحه يوم يتيق على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء بك بشر الله